يا هلا الليلة. حراس الأمن التجاري يشكون ضعف الرواتب وغياب الحوافز ويتسربون إلى حافز، لأن هي نفسها 2000 هنا و2000 هناك، بس في 2000 بدون شغل، وأيضا ارتفاعات متلاحقة في أسواق الخضروات. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا فيها. هلا ننطلق من اكثر المقالات الصحفيه زياره على مواقع الانترنت، والمقال الذي حظي باكبر عدد من التعليقات وايضا ابرز تعليقات القراء على المقال الاكثر تعليقا، اضافه الى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج هلا من الصحافه السعوديه نتابع. المقال الأكثر قراءة من صحيفة عكاظ للكاتب صالح إبراهيم الطريقي بعنوان أول بيان بعد حرب مقاطعة الدجاج. يقول: في أول بيان رسمي بعد حرب مقاطعة الدجاج الصادر من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن جبهة عسير الدكتور عبد الله كدمان، أكد أن الحرب لم تكن إلا كلاما إعلاميا، وقال: أتحدى من يثبت أن المقاطعة كان لها تأثير، فهي غير عقلانية وغير منطقية، أي أن المواطنين خسروا المعركة من جديد من أجل البقاء داخل الطبقة الوسطى. ويكمل الطريقي: قدم رئيس جبهة عسير في حرب مقاطعة الدجاج معلومة مهمة جدا، إذ قال: كبار التجار الذين قاموا بتخفيض أسعارهم كانوا يحصلون على هامش ربح يقدر بريالين، وقاموا بتخفيضه إلى ريال واحد. أفهم أن يقال إن سوقنا سوق حر، وفلسفة دعه يعمل دعه يمر أو يفعل بك ما يشاء، حين يرتبط الأمر بما يسمى الرفاهية، ولكن حين يرتبط الأمر بغذاء أفراد المجتمع عليها أن تقول للتاجر: لن أسمح لك أن تعمل وتمر وتحدد هامش الربح لتدمر الطبقة الوسطى، إلا إن كانت وزارة التجارة أو الشؤون البلدية والقروية أو حماية المستهلك هم التجار أنفسهم أو شركاء على أقل تقدير. المقال الأكثر تعليقاً للكاتب صالح الشيحي من صحيفة الوطن بعنوان هيفاء وهبي ضد العفاريت. يقول الشيحي: المريض لا يلام أبداً حينما يبحث عن علاجه، المريض في مرحلة ما يصبح كالغريق الذي يبحث عن قشة ليتعلق بها، ولذلك لا يجب أن نلوم المريض أبداً حينما يعتقد بالرقى وأن الشفاء بيدهم وحدهم والعياذ بالله. ويكمل: قبل أيام قرأت لقاءً مع أحد الرقاة، الذي شدني هو أنه كان مطرباً سابقاً، ولا أعلم هل كان سيترك عالم الطرب والغناء لو وجد من يتبنى موهبته أم لا. يقول المطرب الراقي: والراقي من الرقية وليس من الرقي، بعد أن افتتح عيادته وترك جلسات الطرب والهشك بالشك، يزداد عدد المراجعين في عيادتي من النساء والفتيات خلال موسم الصيف حيث تكثر المناسبات. يا أيها المطرب الفاشل، أريد أن أفهم لماذا العفاريت لا يتلبسون سوى النساء البسيطات؟ لماذا لم نسمع عن عفريت يتلبس هيفاء وهبي ونانسي عجرم وإليسا؟ ويختم الشيحي: كفاكم ضحكا على عقول البسطاء، هناك 1000 وسيلة للثراء وإشباع الرغبات بعيداً عن آلام الناس وأمراضهم. التعليق الأبرز جاء تحت اسم جميل بقوله: والله أنا معك يا أستاذ صالح وعندي تحفظات كثيرة على هالموضوع، فكيف نعرف الراقي الصح من الراقي النصاب؟ الشغلة كلها آيات قرآنية تذكر، يعني أي شخص مسلم ممكن يكون راقي. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة الاقتصادية للكاتب عبد العزيز الخضيري بعنوان الملك عبد العزيز ومفهوم بناء الدولة. يقول: عندما ذكر مقتطفات من حديث الملك عبد العزيز رحمه الله حول رؤيته ونصائحه حول المفهوم الصادق الناصح لبناء الدولة، وأن هذا البناء لا يمكن أن يأتي دون رؤية ثاقبة ورأي مخلص وناصح أمين وإنسان يعفو عن ما في يد الناس وأعراضها،
وهذا العفاف والانصراف يكون في رأس الهرم أولاً ثم كل من يرتبط به. ويكمل الخضيري: لقد أوضح الملك عبد العزيز طيب الله ثراه أموراً تعتبر مفصلية في مفهوم بناء الدولة، وأكد عليه في لقائه بالوفد السوري قبل أكثر من 70 عاماً مضت. ومن أهم تلك الأمور أولاً الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتميزين من مختلف شعوب العالم، وهؤلاء الخبراء والمستشارون ممن يحرصون على تقديم الرأي والنصح الصادق. ويعلق الكاتب: يندر أن تجد من يحرص على إيصال الصورة والرأي الصادق، وأصبح أغلب المستشارين أو ما نسميهم اليوم البطانة هم من فئة سم طال عمرك. إن هذه الأمانة تعظم بعظمة موقع الأمين من مكان الأمانة والمؤتمن عليها، ولهذا حرص الملك عبد العزيز رحمه الله على أن يكون كل المستشارين والبطانة التي تحيط به بطانة صالحة ناصحة، وهذا ما ساعد على إنشاء دولة عظيمة مثل السعودية. النقطة الثانية: أوضح الملك عبد العزيز رحمه الله أن من يتولى أمراً من أمور المسلمين يجب أن يعطيه حقه من الوقت والجهد والعمل، لأن هذه الأمور العظيمة لا يمكن تحقيقها بالأحلام أو الكلام أو السهر أو اللهو. ويختم الكاتب بالنقطة الثالثة: إذ أوضح الملك عبد العزيز رحمه الله في حديثه الكيفية التي يجب أن يكون البناء المؤسسي للدولة وقطاعاتها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وكيفية إدارة شؤونها وشؤون مواطنيها والمقيمين على أرضها، وإيضاح النظرة والسياسة الخارجية في العلاقة مع الدول. ونتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية والهاشتاج الأنشط لدى المغردين والمغردات السعوديين والسعوديات، وأيضا الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية. نتابع. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم اليوم من صحيفة الجزيرة للفنان الماضي، الذي يصور بطريقة ساخرة مشكلة تشكيل اللجان في بعض الجهات وزيادتها بدون فائدة، إذ وصلت لمرحلة تشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجنة السابقة. من الهاشتاجز الأكثر نشاطاً على تويتر: خلد السيف يصف السعوديات بالضفادع، وذلك بعد مقال آسف للمرأة السعودية فالرجل أجمل منك للكاتب خالد السيف، والذي يقارن فيه بين جمال الرجل السعودي والمرأة، ويظهر بنتيجة نهائية أن الرجل السعودي أجمل من المرأة بكثير، بعد اعتقاد خاطئ دام سنوات أن المرأة هي الأجمل، موضحاً أن سبب تبدل اعتقاده هو ما طرأ من ظهور النساء السعوديات عبر التلفزيون والصحافة دون غطاء، ومحذراً في نفس الوقت من ترداد أغنية الفنان محمد عبده ما هجتن البراقع، لأن من وجهة نظره أن البرقع لا يخفي خلفه جمالاً. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة على اليوتيوب: سوبر درباوي، مقطع من إخراج أصغر متدرب في تلفاز 11 مشعل الجاسر، ويحكي بطريقة كوميدية تأثير الحمضيات وحب الدرباوية لها. السعودية بالأرقام. نتابع. خمسة
25 مستشفى و 125 مركزا صحيا لخدمة الحجاج. 1.5 مليون مستفيد من حافز وصرف 27 مليارا في العام الأول. 2375 مدرسة أهلية تحرم 24 ألف معلم ومعلمة من 140 مليون ريال بسبب عدم تسجيلهم في برنامج هدف. 720 مليون طن دجاج سيتم استيرادها في 2013. 1.8 مليار جنيه استثمارات سعودية جديدة بمصر. 60 ألف حافلة لنقل الطلاب والطالبات والمعلمات خلال 10 سنوات. فاصل ونعود لكم بعد قليل. لا يزال السعوديين ينتظرون ما تنتهي إليه الاتفاقات بين كل من السعودية والفلبين وإندونيسيا بشأن إنهاء أزمة استقدام العاملات المنزليات إلى السعودية، فيما لا تزال الحقيقة هناك أحاديث عن تنازل كل من الفلبين وإندونيسيا عن شروطها التي رفضت التنازل عنها طيلة الأشهر الماضية. أنا شوي أبغى أعطس الظاهر، ما أدري إيش فيني، فتحملوني شوي. يعني لو العطسه جت قبل شوي جيد يعني. عموما احنا سنوات واحنا ستر وغطى على بعض. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشره رئيس اللجنه الوطنيه للاستقدام الاستاذ سعد البداح. اهلا وسهلا بك استاذ سعد. ما هي اخر الاخبار في هذا الملف تحديدا، في ملف المفاوضات والتطورات في ملف العاملات المنزليات في كل من الفلبين وإندونيسيا؟ آخر الأخبار جابت لك العطسة يا خالي. والله بسمعك أنا. أقول آخر الأخبار جابت لك العطسة يمكن. شفت كيف؟ كيف حالكم جميعاً؟ بخير الله يسلمك. رفعوا لي بس الصوت شوي. تفضل أستاذ. أولاً بالنسبة للفلبين انتهى الوضع ووقعت وزارة العمل معهم الاتفاقية، وجاري إن شاء الله خلال الأسبوعين الجايات الاستخدام سيبدأ من السفارة من هنا. يعني توقيع العقود. وبالنسبه للمبلغ، ايش المبلغ اللي الان مفروض انه يتقاضاه العامله الفلبينيه؟ ما في، هو الاتفاقيه العقد بالنسبه لوزاره العمل وقع اتفاقيه العقد الراتب يتفق عليه صاحب العمل والعامل. لكني سمعت ان الفلبين على وضع الاول تحط 400 دولار، لكن غالبا اللي يجي العقد يجي اقل. يعني كان على الورق يوضع. طيب بالنسبه لاندونيسيا؟ اندونيسيا لا، الوضع لا زال يعني الأخوة في اندونيسيا، وانا سويت مؤتمر صحفي قبل اسبوعين او ثلاثه شرحت فيه بعض النقاط التي لا نؤيدها ورد الملحق العمالي، وتمنيت لهم الله يحييكم تعالوا وقعوا، لان وزاره العمل ارسلت لهم مذكره عادله ولكن تركوها وارسلوا مذكره فيها بعض الشطحات. طيب لكن اندونيسيا لا زال وضعها معلق في كمبوديا وفيتنام ونيبال بعد العيد ان شاء الله. طيب البدائل بديتوا فيها خلاص الآن سهل الاستخدام منها الناس أم لا؟ بعد العيد إن شاء الله خلاص. بالنسبة لفيتنام، فيتنام الآن الاستخدام مفتوح، كمبوديا ونيبال بعد العيد إن شاء الله، والفلبين خلاص أوكي الآن بدأوا الناس يستخدمون منها. وهذا انعكس على المكاتب بسرعة، الناس تعاطت تفاعلت مع الخبر؟ ما أسمعك لو سمحت. الناس تفاعلت مع الخبر مع موضوع الفلبين، بدأوا على الطلبات؟ إيه لا، طلعوا استخرجوا تأشيرات. إيه نعم. شكرا لك استاذ سعد البداح على هذه المشاركه وهذه المعلومات، وان شاء الله نتواصل معك بشكل اوسع في الايام المقبله. الحين راح نتوقف مع فاصل ونعود لكم بعد قليل. تسعى منشآت امنيه للاندماج في شركه واحده تقدم خدمات في مجال الحراسات الامنيه. ياتي هذا التوجه في ظل ما يعانيه العاملون في الحراسات الأمنية من إشكاليات تبدأ من تدني الرواتب والبدلات مرورا بطول فترات الدوام وانتهاء بعدم وجود الحوافز وبدلات الخطر المجزية حسب ما يقولون. فيما شكى عدد من أصحاب المنشآت والمحال التجارية لبرنامجنا من تسرب الكثير من حراس الأمن السعوديين من العمل سعيا للحصول على مكافآت برنامج حافز لأنها مساوية لرواتبهم في الأساس وأحيانا تكون أكثر، وحديث وهموم الملاك أيضا عن أنه حتى قبل حافز في تسرب دائما يحدث لأنه الشاب السعودي يعتبر هذه الوظيفة دائما وظيفة مؤقتة.
خلونا نشوف هذا التقرير لزميلي صبري باجسير ثم نعود للنقاش بعد ذلك. علي عسيري أحد حراس الأمن في المنطقة الصناعية بجدة، يأتي هنا كل يوم ليقضي ساعات عمله بانتظام. في حياته الخاصة هناك 8 أشخاص يعولهم، زوجته وأبنائه الذين وصل بعضهم إلى المرحلة الجامعية، وبالطبع لا يملك أي منزل وهو يسكن بالإيجار، وكل ما يتقاضاه في نهاية الشهر لا يتجاوز 2400 ريال. أسرتي عندي تكون من 8، أنا والزوجة وستة أولاد، طبعا كلهم في المدارس، في اللي في الابتدائي، في البنت في الجامعة، في عندي ولد معهد الدراسات. مصروفات الشهرية ضعف المبلغ هذا يمكن 3 مرات، من إيجار بيت، من مصاريف أولاد، من مدارس، من مواصلات، فما أعتقد إنه يغطي المبلغ هذا. لو في شغل ثاني لقينا كان اشتغلنا. هذا العمل اللي لقيناه قدامنا متوفر اشتغلت فيه. الشغل مو عيب. اكيد مو عيب. لو عيب ما اشتغلت انا. علي ليس الوحيد الذي يعاني من انخفاض رواتب هذه الوظيفة. فهناك اخرون يعانون ويضطر بعضهم للعمل ساعات اكثر. لعل ما ياتي في اخر المطاف يحفظ ماء وجوههم من ذل السؤال. غير حقيقة وضعه زي الزفت والله. يعاني. في ناس أحيانا تطبق ورديات على أساس تستلم إضافي. فأكيد ما حيطبق 16 ساعة إلا هو بعادة المال. حقيقة لا في بيت ملك ولا في إيجار. أنا مستأجر بيت ب 1500 ريال بالشهر. الشيء اللي أبغى أضيفه نحتاج زيادة في الرواتب. الراتب اللي نستلمه الآن حقيقة ما يغطي لا إيجار بيت، مصاريف أولاد، أغراض بيت، ما يغطي. لا يمكن أن نتخيل كيف تواجه هذه الفئة العاملة مصاعب الحياة. بالطبع صبرهم لن يكفيهم طوال الوقت أمام كلفة معيشية تمارس هواية الارتفاع كل يوم. إنهم يستحقون أوضاعا عادلة تمنحهم الحد الأدنى المعقول من سلم الرواتب وحقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية التي ما زال هناك من يراها هبات منفصلة، رغم أنها في عرف العالم أجمع جزء لا يتجزأ من حقوق الموظف. لبرنامج يهلا، صبري باجسير، جدة. شكرا للزميل الصبري على هذا التقرير. قصة علي عسيري تشبه قصة كثير من العاملين في هذا القطاع. لمناقشة هذا الموضوع معنا المدير الإقليمي لشركة أركان للحراسات الأمنية في المنطقة الوسطى الأستاذ عبد العزيز بن نويشر. أهلا وسهلا بك. وينضم لنا أيضا رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ريادة للخدمات الأمنية محمد آل صقر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. شرفتنا. شكرا لحضوركم. شكرا. وراح يكون معنا أيضا اتصالات. كيف تعلق على ما جاء في التقرير؟ أول شيء أقدم لكم الشكر على نعم تفضل على استشعاركم بأهمية ما يقدم هذا الشخص وعلى أهمية ما تقدم الشركات الأمنية. أنا أتألم أسمع مواطن يقدم خدمة ويعاني من قلة الراتب. حقيقة تقدمنا من 2005 طالبنا برفع مرتبات رجال الأمن، وتم ولله الحمد في ذاك الوقت برفع مرتبات ووضع حد أدنى 2000 ريال. أنتوا طالبتوا من؟ إحنا طلبنا الأمن العام. الأمن العام يدعم الشركات الأمنية وله الشكر حقيقة. هو كم يدعمها بنسبة كم؟ يدعم عفوا في التوجيه بتطبيق الأنظمة. طيب إذا أنتوا الملاك إيش اسمه يعني تحتاجون أنكم تطلبوا الداخلية عشان تزيدوا الراتب الناس؟ هذا مقرر ذاتي عندكم؟ العفو حتى تلتزم الشركات بالنظام. الشركات لا تلتزم انه يكون ملزم الأمر. انه ملزم الامر 2000 ريال اقل مرتب. الان احنا نطالب برفع المرتب. طلبنا ان يكون المرتب يبدا من 3000 اساسي بالاضافه الى التامين الطبي، اضافه للسكن. طيب اضافه انت مثلا في رياده، نعم،
لو قررت انه يكون 3000 ولا حتى 4000 احد بيقول لك لا؟ طبعا لا، احنا نواجه مشكله في المناقصات. المناقصات في وزاره الماليه تجبر القطاعات الحكوميه انه يتعاملوا باقل سعر، وهذا يسبب لنا مشكله في الامن العام. احنا لو فرض سعر محدد او عفوا تكلفه محدده للرجل الامن يستثني منها المناقصات. بس استاذ الكريم، يعني تبغى تقول لي مثلا حتى لو انك اعطيته 3000 ولا 4000، نعم، تقول لي انكم تطلعون خسرانين في النهايه؟ والله شوف، الخساره ولا بتطلعون كسبانين بس مو بنفس النسبه. لا العفو، حتى عندنا مشكله انه عشان نحافظ على رجل الامن، انا اسميه رجل الامن، حارس الامن اسميه رجل الامن، عشان نحافظ عليه لابد انه ارفع مرتبه. فاذا ما رفعت مرتبه راح يتسرب، راح يعمل عندي مشكله في 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 اداء الخدمه. فبالتالي نتمنى انه يكون مرتبه عالي حتى يستمر ويحافظ، والحق مجموعه من الشباب السعودي في في الى الى هذا القطاع المهم. طيب انتوا راح ارجع لك في تطوير الكادر، لكن ايضا بسالك استاذ عبد العزيز تعليق ايضا على ما جاء في في التقرير، وكيف هو واقع الحال للشركات الامنيه حاليا، سواء لكم انتم مستثمرين او ملاك او لمن يعمل. السبب الرئيسي في تدني الخدمة وتدني الرواتب هو العقود. العقود؟ العقود، نعم. من يتحكم في العقود؟ يتحكم في العقود الملاك أصحاب المشاريع اللي نتقدم لها في المناقصات. فتجد مثلا كثرة الشركات كذلك الأمنية لها أثر رئيسي جدا في انخفاض الراتب الموظف. يعني لو تقدمت أنا مثلا أحد المشاريع مثلا مبلغ مثلا نقول 5000 ريال، تجد تدخل شركة وتأخذه ب2000 ريال، فأكيد المالك يتجه لل2000 ريال، ما هو جايك أنت صاحب العقد المرتفع. هذه سبب رئيسي جدا في انخفاض رواتب الحراس. فلو مثلا وضع آلية أو سقف محدد لرواتب أو العقود، بحيث ما تجي شركة وتخفض لك سعر العقد مثلا. كم عندكم عقد بشركتكم أنتم لون سعر المفقود؟ عندنا كثير، يعني ما يحضرني الآن عددها. أقل عقد بكم؟ أقل عرض يمكن ب2400. لا، قيمة العقد الإجمالي مع منشأة ما، أقل عقد كم؟ احنا نحاسبه بالشهر الواحد. اي بس انت لا الواحد. انت الان مفروض انا يعني عقد الحارس ولا عقد لا لا، انا وقعت مع، انا كشركه وقعت معك على اساس انت تامن لي الحمايه الامنيه. حلو. اي كم اقل العقد عندكم؟ اقل عقد يمكن 2400. لا اجمالي، يعني اجمالي العقد على حسب العدد الحراس. حسب يطلب العدد هو اللي يحدد العدد. يحد هو يحد ولا انتم بناء هو على هو اللي يحدد العدد. احنا نعطيه دراسه، بس بعضهم ما يلتزم بالدراسه اللي ندرسها، يعني نعطيه نطلع المشروع مثلا وندرس دراسه كامله بحيث ان نطلع له، لكن ما يلتزمون بالعدد، يعني هو اللي يشرط العدد حتى فهو يسعى لصالحه اساسا. هي مشكله تكمن في اصحاب المشاريع. طيب يعني المشاكل يبدو لي ما هي بس هناك، لا مرتبطه بالمشاريع هي. نعم. طيب استاذ محمد، هذا حارس الامن او رجل الامن او انتم يعني سويتوا له يعني كتطوير، يعني انت اليوم يجي واحد يقعد 3 سنوات عندك، هل تطوره وتوديه خارج المملكه، تجيب له مدربين على المستوى اللياقي المهاري الذهني اخر الطرق للشركات في الحمايه الامنيه، ولا بس يعني لا زالت هذه الوظيفه؟ يعني هذا واقع الحال الحقيقه، انه واحد ما لقى وظيفه، واحد ينتظر وظيفه، واحد متقاعد من القطاع العسكري، واحد يعني يمر على هذا، وزنه 100 كيلو او وزنه 50 كيلو، يعني يلبس العقد، المساله يعني لا تعد اكثر من شكليه. نعم، نظام وزاره الداخليه والممثله بالامن العام لا يجيز لنا الحاقه بدورات، ونتكلم على الحاق دورات امنيه، فبالتالي احنا نحاول نركز على الاداريه. الامنيه لا نستطيع الداخلية تمنعكم انكم تدربونه؟ ندرب، نعم، لا يدرب الا في الامن العام، وبالتالي احنا نطور من قدراته الذاتيه الاداريه
زرع الحس الأمني، آلية التعامل. دربت واحد في وزارة الداخلية؟ والله احنا وزارة الداخلية لسه ما عملنا عقود معهم، لكن ان شاء الله انه في المستقبل. يعني احنا نتكلم عن بلد ليس طالع على المشهد من سنوات طويلة. نعم. اذا الوزارة الداخلية تمنعكم انكم تدربون وهو نعم. تقول لازم تدرب وللحين نعم. ما دربت احد. نعم. يعني في مشكلة. هي مشكلة، والمشكلة الان من هذا انه رجل الامن اللي نسميه رجل الامن الحارس اذا تدرب في الأمن العام واستمر أسبوع هذا شيء جيد، الدورة مدتها شهر ولا يستطيع المكوث شهر، بعد الشهر تجده الشركة تكون دفعت مبالغ للتدريب وينسحب، يعني ما يواصل مع الشركة. لو إن شاء الله أتمنى أنه الأمن العام يعدل النظام ويكون في معهد متخصص للتدريب تحت إشراف الأمن العام، وحتى لا يسمح له بالالتحاق إلا بالشركة اللي دفعت له قيمة التدريب. طيب الآن أنتوا إيش قصة التسرب اللي عندكم؟ التسرب مشكلة اللي هو مرتبط بحافز. إحنا نتكلم على تسرب بصفة عامة. خليني اللي مرتبط بحافز لما نعم. جاء حافز نعم. الكلام نعم. في ملاك قالوا من يوم جانا حافز الناس راحوا من عندنا لأنه قال أخذ لي 2000 بدل نعم. ما أقعد أنا 8 ساعات ولا 12 ساعة نعم. أخذ لي 2000 وبيتنا. نعم اتمنى طبعا اتمنى من الشباب انه ما يفكر التفكير هذا انه مجرد كلنا نتمنى بس هذا الواقع نعم. واقع حصل وفعلا في تسرب كثير من الشباب تركوا مواقع عندنا كنا احنا مسؤولين عن حراستها ووضعونا في حرج مع عملائنا وهذه مشكله عانى منها كل الشركات العامله في القطاع والمؤسسات. عندكم نفس المشكله؟ في المشكله موجوده المشكلة موجودة طبعا سبب تدني راتب الحارس مثلا يأخذ بعض الشركات تعطيه 1800 1600 1700 في بعضها يمكن يعطيه 1300 فتجد يجيها 2000 ريال مثلا وش يجي يتعب نفسه 8 ساعات وهو لقى 2000 ريال أكيد بينسحب ويروح لبيته. طيب أنتم توظفون سيدات؟ إذا جت مشاريع فيها سيدات أكيد إيه يعني حسب المشروع إيه نعم. طيب من اللي معنا الآن اتصال يا شباب؟ اللواء متقاعد عبد الرحمن أبكر ياسين هو مستشار في الأمن والسلامة. ما أدري استمعت للأستاذ يعني أستاذ محمد أستاذ عبد العزيز استمعت لآرائهم، هل هذا لب المشكلة اللي قالوا أن هناك مشاكل أخرى؟ نعم نعم أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أولا احنا ننظر للحراسات الأمنية، أنا ودي حتى لو نغير مسؤولية الحراسات الأمنية إلى الخدمات الأمنية، لأنها الآن اتسعت نطاق العمل الأمني في المرافق العامة وفي المنشآت التي تقوم بهذه المرافق. أول ما يهمنا في الموضوع هو أن الحراسات الأمنية عندما يتعينون كحارس أمن هو يتعين كحارس أمن تقليدي جدا، وهو ينظر لوظيفته وظيفة تقليدية، بينما احنا ننظر الآن منظور أمني شمولي. وعندما نكلم طيب سعادة اللواء بس لعلك استمعت أستاذ محمد لما سألته عن التدريب والتأهيل يرسلون برا يدربونه ويقول أنه نظام الوزارة أساسا ما يعطينا الحق أن احنا ندرب أو نؤهل، ولا يمكن لا يحدث ذلك إلا من خلال وزارة الداخلية، وزارة الداخلية إلى الآن ما دربت أحد. لا حبيبي، هو يمكن بس اللائحة تعطي أيضا التدريب. إحنا الآن دربنا أكثر من مرفق حكومي ومرفق خاص، بندربهم على يعني منهج الحراسات. تدربهم وين تدربهم أنت؟ تدربهم إحنا هنا عندنا تدريب سلامة، وندربهم على لحظة يا سعادة اللواء، سعادة أنتم نعم. مين تدربونهم؟ أنت شركتك ولا الأمن العام؟ لا احنا مؤسسات. طيب كيف ما هو يقول لك الاستاذ محمد انه يحضر ذلك؟ نعم. الان احنا ندرب يا اخي. نعم الان احنا ندرب، يقول لك هو يدرب الان. نعم. اذا بيدرب فهو يدرب من ناحيه اداريه ام امنيه، فالامن العام من ناحيه اداريه فقط ولا من ناحيه امنيه ومن ناحيه تدريبيه ميدانيه؟ يا سيدي الكريم، الان الاداره العامه للتدريب الفني والتقنيه المهنيه تعطي الجهات التدريبية إمكانية التدريب عن الأمن والسلامة بحدود
شهر أو إلى 6 أسابيع. سعادة اللواء ترى ما جاوبتني على سؤالي، إذا سمحت إذا سمحت، التدريب اللي أنت قاعد تتكلم عنه تدريب إداري فقط أم أنت أم ميداني يعني عسكري؟ أنا أتكلم عن السلامة، أنا أتكلم عن نواحي السلامة، هي الحريق والإنقاذ والإسعاف. إحنا الآن ندرب في هذا الموضوع وندرب. طيب أستاذ محمد يبغى يتحاور معك. العفو يا سعادة اللواء، مساك الله بالخير. التدريب الأمني معني هو الأمن العام ومخصص في مركز التدريب بالأمن العام. إحنا اللي بنتحدث عنه التدريب ونتحدث عنه اللي هو موضوع لياقي إداري، هذا ممكن. أما تدريب أمني عسكري فهذا مسؤول عنه مركز التدريب الأمن العام، والأمن العام بيعمل دورات وبيتقاضى على كل فرد مبلغ محدد ولمدة شهر. طيب احنا سيدي الكريم، اذا كان انت يعني انت بتصنف الامن على نواحي معينة، احنا بنتكلم عن الامن اللي هو الحراسات والتفتيش والمراقبة وعمل وحفظ النظام، كما هم في المرافق العامة، كما هم في البنوك، كما هم في المنشآت الكبيرة التجارية اللي نشوفهم احنا يسمونهم السكيورتي. هؤلاء الذين احنا ندربهم ونعلمهم كيف يحافظ على الامن، كيف يحافظ على 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 بعض الاجراءات، اذا حصل عنده حريق ماذا يعمل، اذا حصل عنده نواحي ازدحام وكذا ما كيف يفتح ابواب الطوارئ، كيف يستخدم تصفيه الحريق. هذا الكلام الذي الان ندرب عليه، هذه خلينا نسميها ناحيه اداريه او ناحيه كبيره. انما امن اللي هو يعني يستخدم السلاح او ما يستخدم الخلاء، هذه ناحيه اخرى، لكن خلينا نعطيها هذا هو التدريب اللي يحتاجه رجل الامن اذا بيحرس مكان، مو الان او اذا كان يحتاج. هذه مرحله متقدمه، لكن هو الان إيه، بس هذه مرحله متقدمه ما لها سيستم، ما لها نظام، ما هي موجوده. لسه نعيش على حالات، على امور افتراضيه. نمنعكم لازم احنا نسوي، بس احنا ما سوينا، يعني في مشكله. عفوا، هذه مبادئ تكلم عليها اللي هو مبادئ تعامل. إيه لا، انا بالواقع نعم، اما من ناحيه الواقع التدريب في مركز التجنيد في الامن العام، مدينه تدريب الامن العام، يعقد فيها دورات. طب مش اللي واش قاعد يقول؟ طب مش قاعد يدرب هو؟ ما ادري والله، هذا اول مره اسمع بالمعهد هذا، لكن اللي اعرفه انا والحقنا فيها افراد من عندنا في ايش اسمه في المدينه. طيب خلونا نروح فاصل في مركز التجنيد. نعم نروح فاصل ونعود. سعاده اللواء يبقى معنا، فاصل ونعود. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث عن الشركات الامنيه، التسرب الوظيفي اللي صاير فيها من قبل وايضا بسبب حافز. المشكلة وين؟ معاناة الملاك، معاناة العاملين. ضيوفي الأعزاء رحب فيهم، معي في الاستديو محمد آل صقر وعبد العزيز بن ويشر، وأيضا معي سعادة اللواء. سعادة اللواء، لعلك استمعت إلى ما قاله ضيفي هنا ونفوا ما قلت أنت، يعني موضوع التدريب ذا ما هو دقيق حسب ما يقولون. ردك. طيب أنا بس اسمح لي كده أوضح لك توضيح بسيط. دعونا نتفق على أن التدريب الأمني الذي احنا نتفق عليه 3 مستويات. المستوى الأول هو المبادئ الأساسية لمعنى الأمن ومعاني الأمن، بحيث أنه يكون رجل الأمن فاهم ماذا معنى يعني الأمن الذي الوظيفة اللي يقوم بها. المستوى الثاني، هذا المستوى الذي احنا نقدمه الآن. المستوى الثاني أيضا اللي هو مستوى نوعي أمني على حسب النشاط المؤسسة أو المرفق الذي يقوم به هذا الرجل. المستوى الثالث الذي يطلبه الأخوان أو الذي يكون الأخوان في الأمن العام وفي مدينة التدريب العام، هذا مستوى متقدم، بحيث أنه يقوم بمهام رجل الأمن داخل المنشأة بكل ما يعني رجل الأمن الشمولي في هذه المنطقة، ويعمل كل الإجراءات الأولية حتى يحضر رجال السلطة. فإحنا نقوم بالنواحي المبدئية والأساسية والمستوى الثاني. أما المستوى المتقدم فهذا كما قلت ليرجع للجهات الرسمية الأخرى. نعم، شكرا لك سعادة اللواء على المشاركة. ودي أرجع معكم على موضوع سألتك سؤال بس جاوبتني عليه، لأنه راح يمكن مع الأسئلة أكيد ما تحمل، اللي هو موضوع صندوق الموارد البشرية. نعم، يدعمكم في شيء هو أو لا؟ صندوق الموارد البشرية يدعم في التدريب ويدعم في المرتبات. طيب إذا يدعمكم، مفروض أن الراتب طبيعي تكون 3000. إحنا حددنا
احنا الى الان ما اشترينا في صندوق الموارد البشريه. طب ولكن ان شاء الله راح نوقع عقودنا مع صندوق الموارد البشريه. هو الان يدعمكم ولا لا؟ عفوا ما يدعم الشركات، انا ما اتكلم على شركتنا بصفه خاصه. إيه؟ الى الحين يعني يدعم بعض الشركات. نعم نعم. طيب ايش المعايير اللي تخلي يدعم الشركات؟ والله هي يظهر لي معايير تبدا بتكلفه بمرتب رجل الامن وبتكلفه الخدمه الا تقل عن كم يدفع راتب نسبه هو بيدفع للتدريب 75% ويدفع 50% من مرتب. طيب. رجل الامن على ما اعتقد لانه كذا بتروحون انتم في اتهام انه وين فلوس الموارد، مو انتم اتكلم. أي. بشكل عام الشركات انتم ايش وضعكم بالنسبه للموارد البشريه؟ فعلا يدعمون الشركات الامنيه. أي. لكن ارجو اقول بالنسبه للعقود المتدنيه مثلا يعطيك واحد ياخذ ب 2000 ريال او تعطيه ما لازم ترفع 3000 ريال اللي هي قيمه راتبه. فاذا كان العقد متدني فكيف هذا واحد. اثنين كذلك التسرب او تسرب الحراس، مثلا توظف لك واحد وتعيد دربه وتاهله وتتفاجأ في شركه اخرى تاخذ تزيده 50 ريال ولا مبلغ كذا تسحبه من عندك، انت ما في ثبات للحارس حتى يمديك. لو اعطيتهم انت عدد تقريبي لعدد من يعمل عندك ممكن يعطونك بهذا الرقم النسبه؟ يعطون اكيد، لكن اتكلم عن الحارس نفسه، الحارس ما يقعد يمشي يعني. لا بس اللي اقصد يعني خلني اوصل الفكره، طالما انتم تعطون مبلغ حسب العقود اللي تجيكم وايضا صندوق الموارد البشريه يدعم، يعني ما المانع انه يكون حتى لو قلت لي موضوع المناقصات يعني تقدرون بطريقة أو أخرى أنه تحلون الأشكال، ما المانع أنه يكون راتب السعود لا يقل عن 3000؟ ما يمنعك ذلك، ما يمنع ذلك. أنا أتكلم عن الموارد البشرية كم تعطيك؟ ما بلا نص وأنت النص. طيب مظبوط. يعني أنت لو حطيت في عقدك للشخص 1500 ما يوازي المبلغ حق الموارد البشرية، هنا مشكلة. كيف؟ بس أشرح لي إياها. يعني أنا أتكلم عن العقد ال اللي مع اي مؤسسه او صاحب عمل مثلا تقدمت له واخذت مشروع معين بمبلغ، فانت بتعطيه راتب 3000 ريال مضبوط؟ بيستمر معك كم الموارد البشريه تجلس معك؟ حسب ما الموظف موجود. لا كم سنتين يبقى سنتين صح؟ سنتين بعدها ينقطع، فانت مشروعك اللي اخذته مبلغه 2500 مثلا. يعني الان دعم صندوق الموارد مرتبط بالسنوات ولا بوجود السعودي؟ لا مو يعطيك مده سنتين بعدين يوقف، انت تكمل الباقي. سنتين من تاريخ دخولك انت السوق ولا من تاريخ مقرر؟ لا من تاريخ دخول الموظف للموارد البشريه. فبعد ما يروح عندك انت خسران اكيد 100%، لان عقدك اقل من 3000 ريال. هذا عاقبة. نتكلم عن لو ارتفعت أجور الذين حلت جميع المشاكل كلها مرة، لو حطوا سقف معين للعقود تنتهي المشاكل دي كلها، ما راح يصير عندنا تضخم وما عاد فيه ولا حاجة، حتى التسرب ما عاد يروح، تسرب الحراس وتسييبهم. هذه المشكلة بس. طيب هل هذا القطاع مستعود بالكامل؟ نظام تأسيس الشركات والمؤسسات الأمنية ينص على أن يكون 100% سعوديين جميع العاملين في القطاع. يمكن نرجع لما تحدث بالأخ عبد العزيز على موضوع التكلفة، للأسف العروض اللي تقدم للشركات قد تكون متدنية وهذا ينعكس على مرتب رجل الأمن. فلو كان في، عشان كده برجع أقول لهم في سقف محدد ما ينقص عنه مرتب رجل الأمن، راح يجبر المحتاج للخدمة برفع التكلفة، وهذا اللي نتمناه. هذا ما تحدث عنه الأخ عبد العزيز، أنه ترتفع العروض المقدمة للخدمة نفسها. طيب يعني خلينا نستخدم التعبير عذرا منكم. تفضل. يعني أنتم كأن رجولكم في الوحل، يعني ما أنتم قادرين تتحركون. نعم. يعني في مشكلة عندكم وفي مشكلة يعني تنعكس سلبا على هذا الموظف، عارفين أنتم المشكلة وين؟ سنوات طويلة، يعني هل تحركتم سويتوا شيء؟ والله يعني أيضا لا أفهم هذا الدعم اللي هو مرتبط به. شوف كثرة الشركات. أي. كثرة الشركات تأثر على السوق 100%، كثرة تأثر على السوق. يعني تقدم مبلغ عشان ترفع أجور الموظفين عندك، تفاجأ بشركة تدخل في المشروع بمبلغ زهيد جدا، مما يأثر عليك أنت
فانت بتقعد طيب عندك في التاسيس هل في يعني يطلب منكم ملاءه ماليه معينه يعني حد ادنى من يعني رصيد لكم في البنوك في التاسيس ولا كل احد يستطيع ان يكون عنده شركه؟ كل شخص يستطيع ان يؤسس شركه بمجرد التزام بضمان بنكي بعدد الافراد لانه ثلاث فئات 400 700 الف فرد. الضمان بنكي اقل شيء كم؟ 400 الف ل 400 شخص ويدفع مقابل كل شخص 100 ريال برضه في عند الحصول على الترخيص. يعني ما في شيء مبلغ مالي يرصد لتأسيس الشركات. وهذا المبلغ يعني يمكن يدور بين الشركات يعني ممكن تأمن أنت في لحظة عشان تطبق الشرط حتى لو تأخذه لا هو يبقى لدى الأمن العام في حال وزارة الداخلية نعم في حال لا سمح الله لحد 400 ألف 400 ألف للفئة حسب الجيم حسب فئة الشركة وهي كم فئة؟ ثلاث فئات 400 ألف والثانية 700 والأولى 1000 نعم 1000 يعني تكلم عن مليار مليون 400 ألف 700 ألف ومليون مليون نعم هذه ضمان لحقوق الأفراد لو لو تعثرت الشركات كم وصل عدد الشركات الآن؟ والله تقريبا آخر إحصائية طلعت عليها كان تقريبا 270 شركة أمنية أكثر حوالي 300 الحين اللي طلعت على التقرير الأخير بهالحدود بس السوق السعودي سوق ضخم يعني ضخم بس الكفاءة مشكلة الكفاءة يعني هو كفاءة وأنتوا لا تدربون ولا لا في تدريب تدريب هذا بقى إداري حسب الشركة لا في أنا أدرب في الأمن العام كم مرة دربتوا؟ كم واحد دربته؟ أنا أدرب على الأقل 5% من أي مشروع أي كم يعني من أول ما بديت في البزنس لان كم دربته؟ والله يمكن حوالي 30 40 كذا طيب كم عدد الموظفين؟ حسب الأمن العام ما يقبل إيه مو هذه المشكلة يعني مشكلة لازم لو في معاهد متخصصة للتدريب الحراسات الأمنية نعم أتوقع تحل المشكلة بعد التدريب نعم وهذا الشيء طالبته فيه سيد محمد؟ فيما يخص التدريب التدريب نعم طالبنا وطلبنا لانه يعني وضعكم انتم موضوع الدعم حق صندوق الموارد موضوع تعاطي الداخليه في هذا الملف كذا زي اللغز يعني حلقه مفرغه صندوق الموارد البشريه يقدم الدعم للشركات اللي وقعت عقود معه واكيد يعني اغلب الشركات اللي يقول لك حتى انت ما وقعت هو نعم. وقع بس يقول لك نعم. مو مستفيد وشرح لك لا تخسر يعني تخسر بعدين وقتها تكسبها لكن بعدين تخسر ما أدري قد يكون وجهة نظر ما أدري أحترمها لكن لا إذا تختلف معها قل لنا يمكن أنت عفوا عندك أنا فيما يخص صندوق الموارد البشرية هو بيدعم لخلق حالة استقرار ودعم الموظف نفسه ودعم الشركة فبالتالي لازم يكون إيجابي لازم ينعكس بالإيجاب على الشركة نفسها والمؤسسة سمعت تجربته كيف؟ قد يكون لأنه تجربة نعم ايوه لو مثلا انا اتكلم عن لو العقد مرتفع مثلا 3000 ريال مثلا واعطيت الحارس ذا بعد ما يخلص الحارس من الموارد البشريه بعد سنتين ذي فانت ما انت خسران تبقى زي ما انت لكن انت مثلا عقدك متدني وبعد ما يوقف الموارد البشريه اكيد انت خسران 100% بس في هو الدعم لل يعني يفترض انه يكون للموظف وللمنشأة في نفس الوقت إيه لو كذا ممكن الأساس أصلا للموظف لو كذا ممكن إيه نعم لو كذا ممكن عموما الحقيقة أشكركم أتمنى لكم التوفيق يعني أتمنى لكل الشباب السعوديين في هذا الحقل وفي غيره أن يعيشوا حياة أفضل ودائما تكلمنا أمس الأسبوع الماضي القانون ثم القانون ثم القانون هو اللي ينصف الجميع قانون واحد زائد واحد يساوي اثنين ما حد يجي يقول عندنا أحسن قانون في العالم وإحنا ما عندنا وضوح في هذا الشأن قوانين أنا أتكلم العمال الشركات كل شيء شكرا لكم فاصل ونعود وننطلق لقضية أخرى اهلا وسهلا بكم لا زالت اسعار الخضار والفواكه تسجل ارتفاعات يعني تتوافق مع احيانا مع بعض المواسم كشهر رمضان موسم الحج اذ يرى مستهلكون وبعض الاقتصاديين انها ارتفاعات غير مبرره فيما يرى اخرون ان هذا التذبذب في الاسعار خاضع لقانون العرض والطلب
خصوصا قبل موسم الحج الذي يشهد طلبا متزايدا على كافة السلع الغذائية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير أو هذا الاستطلاع لعبد الله يحيى. محدد للأسعار، ما في مراقبة من قبل البلدية للأسعار، يعني ما تقدر تحدد أسعارهم هنا، هو بيتحكم كل شيء. بتجد في مكان يبيع لك إياه بخمسة بستة ريال، مكان آخر أغلى، مكان آخر أقل من نوع ما. العكس متزايدة وبدون رقابة بيني وبينك، حتى المستهلك والمستهلك، هذا المستهلك مجرد ضحوكة إعلامية بالعربية، فالإعلام مجرد المستهلك والمستهلك، وفي أنظمة وفي وزارة التجارة تحمي المستهلك والمستهلك، طال عمرك ها يلطم من كل جميع الجهات. الراتب يدخل من هنا ويخرج من هنا وزيادة، كويس ولا لا؟ لا يفكرون التاجر يتربص ها، ولا حد يردع نهائيا. كل ما لا تطلع، يعني زي البامية 16 ريال نشتري الفاصولية الكيلو، نشتري بأحيانا يوصل برضو زي كده 15-14 ريال. الطماطم نشتري بأسعار غالية، يعني كمان هم يشتروا من الحراج والحراج يبيعوا للأفراد والأفراد يبيعوا بأغلى الأسعار. والله في تلاعب في الأسعار أحيانا، يعني حسب التجار اللي يجوا من المزارع من حقنا، خاصة الأعلاف زي البقدونس زي الجرجير زي الملفوف، يعني أحيانا انقطع عنهم فترة، يعني ما هو موسم مثلا، ما هو موسم الملفوف، ما هو موسم الجرجير، ما هو موسم هذا، يكونوا هم شو اسمه اساس ما هو موسمه يرفعون الاسعار، يعني لو كان زي كان زي موسمه لا يخفضون الاسعار. لا لا في ارتفاعات مبالغه، في ناس ما عنده ما تقدر هذا استطاعتها انها تشتري مثلا، في ناس مقدورين، في ناس ما وضعها مثلا دخله محدود ما يستطيع، يعني لما يوصل سعر صندوق الطماطم ل 20 واحيانا 25 واحيانا 30، اليوم ب 15 ما ادري 17، بكره الله يعلم بكم. قبل يومين تاخذ طال عمرك ب 20، بكره ما ادري تلقى ب 15 ولا ما تلقى ب 20 الطماطم دي، سمعت؟ ما يعني انا كان مستهلك مستغرب مثلك ومثل اي واحد، ما هي الاسباب اللي خلال الشهر هذا ارتفعت الاسعار فيه؟ يعني الان تجي تلاقي عند هذا سعر وعند هذاك سعر ونفس السلعه ونفس البضاعه، يعني ما انت عارف تروح تلف الحلقه كلها عشان تاخذ بالسعر المعقول؟ يبغى لها مراقبها اول شيء، ويبغى لها التاكد من مصدرها اللي تجي منها من المزارع، احيانا تكون المزارع ما هي نظيفه، فيجب على البلديات ان تراقب زراعه الخضروات بصفه عامه، ايضا تراقب الاسعار في السوق، فاحيانا يعني حسب المواسم ترتفع ارتفاع يعني شديد، واحيانا تكون وسط. والله كل الاسعار تطلع وتنزل، يعني زي يوم فوق يوم تحت، ما في شيء غالي مره، زي مره الطماطم 25 مره ب 15 مره ب 10 زي كذا. اهلا وسهلا بكم من جديد، شكرا عبد الله على هذا الاستطلاع. طبعا الاستطلاع يتحدث، الناس تتحدث ببساطه باستغراب المؤشرات او التصريحات مثلا مسؤولين في هذا الجانب ومبررات، ليش مبررات الغلاء، يعني التاريخ، واذا احنا نعتمد على مؤشرات الغذاء العالمي او بعض المنظمات، انا دائما اقول وانا متاكد من كلامي انه في كثير من كلام الوزراء او قليل منه صحيح، ولكن كثير منه غير صحيح، لانه لا يفهم الناس عندما يكون هناك ارتفاع في كل بلدان العالم يتصدر الغلاء، ولكن حتى ايضا عندما يكون في انخفاض بعض السلع نحن عندنا يعني يعود لنا الغلاء، فهذه مشكله الحقيقه. لكن ربما اليوم نبحث عن الاسباب مع ناس معايشين القضيه. معنا الحقيقه من استديوهاتنا من جده نائب شيخ حلقه الخضار والفواكه في جده المهندس معتصم ابو زناده. اهلا وسهلا بك مهندس معتصم. ودي يعني ما هي المبررات للارتفاعات هذه اللي يصفها البعض بانها جنونيه، وكيف تعلق على ما جاء في التقرير، يعني اراء الناس، يعني اراء الناس اللي جت في التقرير؟ اول شيء السلام عليكم. عليكم السلام، واهلا بك اخ علي والمستمعين جميعا. بالنسبه لتذبذب الاسعار،
طبعا انت الاسعار فيها صعود وفيها هبوط نتيجه القاعده الاقتصاديه اللي نفهمها كلنا ولا تخفى على الكل موضوع العرض والطلب. فبديهيا كما قلت كلما قلت كميه البضاعه في السوق بيزيد سعرها والعكس صحيح في هذا الكلام. ولكن يجب نتكلم نحن على موضوعين اساسيين في السوق عندنا اللي هو موضوع الفواكه وموضوع الخضار. لو تلاحظ التذبذب في موضوع الفواكه تذبذب معقول جدا لانه بحكم تتخزن الفواكه ممكن تجلس في الثلاجات لمده طويله قد تتجاوز الثلاثه اشهر. ولكن بالنسبه للخضار ان لابد من بيعها يوميا وتخزين يعني مده تخزينها لا تتجاوز بضعه ايام بسيطه. وهذا بالتالي تجي ايام تكون كميات الخضار متواجده موجوده عندنا بكميات ضخمه فالاسعار بتلاقيها منخفضه جدا. واوقات العكس تكون في ذاك اليوم صادف انه الكميات اللي نزلت السوق كميات بسيطه فيطلع سعرها. ونحن لابد اي كميات عاده الخضار والفواكه والخضار بالذات يعني والفواكه ممكن تنباع على يعني مدد مختلفه. الخضار لازم لابد تنباع يوميا بتيجي من مزارع محليه من مناطق من داخل المملكه ومن خارج المملكه ومده تحمل تخزينها بسيطه فما تقدر تتحمل يعني ما تقدر. هذا لو تكلمنا الموضوع بوجه عام يعني عن الموضوع التذبذب وليش في طلوع وليش في هبوط. نعم. طيب بالنسبه للجولات الرقابيه هل هناك جهات رقابيه تقوم نعم. بجولات منتظمه على سوق الخضار ام ان العمل الرقابي ضعيف وغير فاعل؟ والله ابدا في عمليات رقابه على السوق بس هي المشكله نحن مو في سوق الجمله نحن انا مسؤول عن سوق الجمله في محافظه جده. المشكله انه نحن بيعنا كله بالجمله واسعارنا معروفه والبلديه معانا في السوق وعارفه الاسعار شيء. المشكله في اللي بياخذوا من عندنا البضائع نحن بنبيع الجمله يعني مثلا بنبيع بال 2000 بال 3000 صندوق دفعه واحده. المشكله ببيع التجزئه مبيعات التجزئه نحن داخل السوق ما لنا اي سلطه عليها. المفروض انه كجهات يعني بلديه او وزاره التجاره هي اللي لها يعني قد تشوف وانا اعتقد حتى داخل السوق عندنا مبيعات التجزئه اللي بيبيعوا ياخذوا من عندنا جمله انه عندنا في السوق في مناطق فيها بيبيعوا تجزئه. المناطق دي حتتجزئ حتى نسبة الهامش العنبح اللي حاطينه بسيط لكن لو تيجي تتنقل خارج سوق الخضار الفواكه مثلا محلات الخضار الفواكه اللي بتشتغل في 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 منطقة جدة والسوبر ماركت الضخمة دي اللي موجودة هذه تحصل فيها تفاوت في الأسعار عجيب يعني مختلف تماما عن القيمة الأساسية اللي بياخدها من عندنا كسعر جملة مثلا يعني قد يكون أنا بقول لك على سبيل المثال انه الطماطم يعني يمكن قد تكون الضعف يعني تشتري الكيلو يمكن بالجمله ما يتجاوز ريالين ونص او ثلاثه ريال تحصله بسته في السوبر ماركت وحاطط عليه لوحه بسته فالمستهلك مسكين بيخش السوبر ماركت وهذا ما بيفهم الاسعار الاساسيه اللي انباعت بها اسعار الجمله وهذه شغله اتوقع انه وزاره التجاره المفروض نسوي لجان تفتيشيه للمناطق هذه حقت البيع. نعم. وهي ما تقوم يعني لا 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 الأمانة قائمة بالدور ولا وزارة التجارة؟ لا نحن عندنا نحن بنتكلم على الأمانة اللي في السوق عندنا، الأمانة اللي في السوق واجبها الانتباه على البيع اللي داخل السوق ومواضيع نظافة السوق وتنظيم السوق وهذا أعتقد أن والله الناس يعني بيشتغلوا معانا شغل كويس وماشيين معانا مع يعني وفاهمين كل شيء، بس في همزة وصل مقطوعة المفروض انه تكون بيننا وبين يعني الوزاره التجاره اللي تخش في النص انه تكون بيننا وبين مبيعات التجزئه، مبيعات التجزئه لما يجي يشوفوا السعر عالي يجي يقولون انتم بكم بعتوا؟ شايف؟ فهي هذه النقطه نقطه الوصل هذه مفقوده في النص. طيب موضوع تدني الجوده الخضار والفواكه في مستهلكين يشتكون من هذا الامر. كيف يتم الرد على ذلك؟ هل فعلا لما تزداد الاسعار ايضا تتدنى الجوده ام ان الناس تلجا الى خيارات يعني اقل سعرا وجودتها اقل؟ ما انا فاهم قصدك بالضبط تدني جودتها من اي ناحيه؟ من ناحيه انه يعني النوعيه جيده ولا ما هي جيده؟ نعم او فاسده الا او فاسده بالكامل او نص فاسده او في طماطم غير طماطم في موز غير موز. نعم صح انا معك يعني
هي يعني انت عارف انك تشتغل على حاجه حيه، يعني اذا ما تشتغل فيها وتبيعها بتفسد. نحن كمبيعات ارجع كمبيعات جمله بنبيع البضاعه نظيفه، بس اللي بياخذوها حقون التجزئه بيخزن منها جزء، بيحاول انه يعمل انه شطاره، انه ممكن لو خلاها يوم يومين ممكن يجيب له قيمه احسن. فقد يكون في خلال المده هذه اللي جالس هو فيها تكون تفسد البضاعه لا شك. طيب بس لك سؤال اخير مرتبط ب امر مهم، يمكن امر مهم لانه الحقيقه تجربه فشلت يعني، وهي لماذا برايك فشلت سعوده قطاع الخضار والفواكه حتى الان، يعني ما لم تنجح؟ والله هذا موضوع تكلمنا فيه نحن قبل كده، انا اديك ان شاء الله الوقت يساعدنا انه حاجه يعني يبغى له حلقه كامله منفصله نتكلم في هذا الموضوع لما نتبحبح في الموضوع. موضوع انا اعتقد انت بتتكلم كسوق خضار وفواكه في جده. نعم. مساحه سوق الخضار والفواكه في جده 37,000 متر، يعني منطقه بسيطه، ما هي ديك المنطقه الضخمه جدا، على امل انه قالوا بينقلوا على سوق الجديد، وللاسف الشديد الى الان لم ننقل. السوق اللي موجودين نحن فيه من 30 سنه، هل يعقل انه البلد من 30 سنه وضعها زي الان؟ عدد السكان في تزايد والمنطقة في تزايد، والمنطقة صارت اللي فيها السوق كانت زمان منطقة يعني بعيدة جدا عن البلد، فصارت في وسط السكان. هذه من ناحية. فبتكلم أنت على منطقة 37,000 متر مكونة من فيها 390 ما يسمى ببسطة أو محل، وفيها 125 معشق اللي هو يعد اللي هو المنطقة إلا تقف فيها الشاحنات لتنزيل بضائعهم. فبتتكلم على 500 منطقة بيع تقريبا. أنا يا أخ علي، الناس اللي بيشتغلوا في السوق جميعهم مؤسسات سعودية 100%. قد يكون يمكن في تجاوزات، وهذا موجودة في أي محل، إنه في ناس بيخترقوا القانون وبيكونوا مخبئين أو متسترين على أحد، هذا شيء طبيعي. بس أنا بتكلم لك بوجه عام، أنت بتتكلم على وضع يعني السوق أغلبية بيعنا فيه جملة، وأصحاب المؤسسات السعوديين وباللي بيشتغلوا معهم مندوبين سعوديين، وبس نحتاج نحن الكمية عمالة أجنبية اللي هي في التنزيل والتطليع في البضائع. هذه العملية مستحيل تجيب عمال سعوديين، يعني حيشتغلوا عمال سعوديين؟ نعم. طيب شكرا لك. هنا النقطة، الناس بيقول لك هذه النقطة اللي هي الأساسية في الموضوع، حلقة الوسط، يجوا يشوفوا الوضع على الطبيعة ويقولوا لي إذا هذه المنطقة يحتاج فيها سعوديين نحن جاهزين. طيب. بس نحن الوضع اللي موجودين فيه إنه أصحاب المؤسسات السعوديين واللي بيشتغلوا عندهم مندوبين سعوديين والمحاسبين في المكاتب السعودية، البقية عمالة كلها. طيب مهندس معتصم، وقتنا انتهى. مهندس معتصم أبو زنادة، أهلا وسهلا بك. شيخ نائب شيخ حلقة الخضار والفواكه في جدة، مهندس معتصم أبو زنادة، شكرا لك على طلب الدعوة وحضورك. أيضا أشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في أهلة. ألقاكم غدا في أمان الله.